السلام ورحمة الله. كان تكمل السبور انت تخرج. اه نخرج. كارطون روج. اسد احمد. واش راكم لاباس؟ مرحبا بكم. لاباس بخير. صافا خويا توفيق لاباس. الحمد لله والله انا مالي كيف. مالي كيف. هذي الكب تاعك تاع حومه ولا الكب تاع صح؟ تاع تاع صح هذو. تاع كاليتوس هذو. تاع كاليتوس هذو. تنطريني معاهم. تنطريني معاهم. من داك واحد لازم تنطريني لازم. تجي دايما هكذا ولا منين داك؟ من داك شو خطرت في سمانه. والغناء كيفاش؟ الغناء غناء وحده وسبور وحده. سبور وحده. تاع حومتك لهنا. نعم حومتي هنا. كبرنا هنا وتربينا هنا. كنت صغير لعبت بانو. لعبت هنا لعبت ما كاريتوس. لعبت ما لعبت ما الحمى لعبت ما الرابيد ومن بعد كي جينا هنا شغل رحلنا نسكنوا في صالون بي جينا هنايا. جا المكتوب هنا وليت نطريني معاهم كاين بعض اللي جوار معروفين. لعبوا معايا هنا مينيم. لعبت مينيم كادي. ومن بعد باش نبدا جينيور جات لحقتني باك الخدمه الوطنيه ومنا شغل من الخدمه الوطنيه بانت لنا تبدلت البرنامج بدل كاع بدل نعم نعم واش من الباسكور تلعب انت يا كنت لعب كنت لعبت كاع لعبت دو لعبت افون سوندر لعبت ميليو وين كنت تلقى روحك في لا ديفونس ولا في لاطاك ولا في لا من المركب باش تعرف تكنيسيان انت يا والله تحب تمركب برك نورمالمون ما نزوقش بروحي بصح نورمالمون تكنيسيان ليكيب هاي جايه من هنا عمي نترينيو ايوا راه ملاح ان شاء الله على ربي وناصر كان ناصر نترينور ناصر والله لعب ناصر النهار كان يلعب هو كنت لعب مينيم هو كان يلعب وقيله جينيور لا ما خصش نكذب ايوا كرون جوار ناصر معروف ثاني كان
واش من لا ديفيزيون عمرك لي جون سي ناصر سي ناصر روحوا ليكيب تاع ليكيب تاع كاليتوس ناصر خويا السلام عليكم صباح لاباس انتما بيان مليح شويه هذه هي ليكيب تاع كاليتوس هذه هي سي ليكيب محقوره كيما راك تشوف اون سونترين دوبوي من 20 داني وين كان يلعب معنا سيد احمد لعب معكم لعب معنا سيد احمد انا رياض دروا كان يلعب مليح ما شاء الله سيد احمد كيما نتعلموا كنا نتعلموا واش كان يلعب واش البوست كان رياض دروا سيد لعب رياض دروا لعب ميديو كان يروح بعيد يعني في الكره وانما خير الفن احسن ما كاتب ربي على كل حال اللي كيف تاعك اللي توصل الله يبارك هذو كاع دي جان هذا الله يبارك يلعبوا كاع بالون ما شاء الله عندنا دي جوار دي جان دو 18 حتى ل 32 زون ايوا الله غالب كيما تشوف ارضيه شنو لا ديفيزيون واش من القسم راه يطلع ريجيونال شحال راهم كلاسين هم لاعب البارح ربحوا ربحنا على 40 درجه قال لك وين في زموري هكذا تشوف البارح نهار سخون راه مشادين هما ماكري ما كاين والو كلاسين يا شيخ انا دوزيام دوزيام تطلع سنة مالك ان شاء الله يطلعوا والله باش تو ديبون كانوا عندنا الامكانيات لازم يتهلاو فيهم لازم يتهلاو في لي جون هادو هما ولا هنايا نلعبوا على برا في بلادنا نلعبوا على برا استاد هذا ما يصلحش هو الملعب ما يصلحش حتى للبطاطا هذا داروا 72 قلت لنا هذا عنده دي بلاكينسي كونتين داني هو هكذايا ما خدموهش ما خدموهش عندنا بروجي اللي عنده تاع 8000 متفرج 6 سنوات ملي قبض هذا رئيس البلديه قال لك فيه ان شاء الله بالك ساتاني ان شاء الله يبداوه عندنا رئيس بلديه مليح وانما ما شاء الله باش العائق وراه العائق باش يتخدم الاستاد هذا ما على بالناش ايوا ان شاء الله راك تريسيفي درك اشي انا دي فوا نلعبوا في براقي دي فوا في سيدي موسى دي فوا في الحراش كل خطره دائما نلعبوا على برا سما انتم اللي ماتش تاعكم دائما برا كامل برا ما عندكمش عندكم كاع لالي ما عندكمش الوتر ان شاء الله احنا بلاريفي نتاعكم ان شاء الله قناة شروق على هذه المبادرة الحسنة شروق تي في سيدي احمد جابنا هذا محب للفريق انا نحبوا لحومتي ونحب مادا بيا يكونوا انسان باش يضحك انسان مربي مخلق بابة القليل هو يعني انسان متواضع ان شاء الله احنا كنا متمنين راهو في احسن من الناس اللي نعرفوهم في الفن ان شاء الله مثلا كيما شاب مامي شاب خالد سيدي احمد سي لا كلاس تاعو هذيك يعني والله تمنيت له يكون احسن ما ماذا بينا نريحوا في الوسط خير ان شاء الله بيكم نريحوا في الوسط ان شاء الله شيخ بيكم انتم بالقناه تاع الشروق ان شاء الله يعاود تعلو شمعه ان شاء الله انسان طيب انسان طيب هنا ما كاينش اللي ما يحبوش يا خويا ربي يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم شكرا جزيلا نشوفكم نشوفكم بيان ان شاء الله ان شاء الله بارك الله ربي يوفقكم احنا ندوي لكم سيدي احمد الدرك يعطيكم ساعه بون كوراج سلام سيدي احمد بون كوراج ربي يسهل سيدي احمد ربي يعيشك ان شاء الله ان شاء الله ينجحك بون كوراج يعطيكم ساعه ساعه الله في روحك السلام عليكم بسلامة بسلامة اخلع صحيح صحيح صباح بس هذا قائد الفريق ديالي سي بريزيدون تاع الكاريتوس الله يبارك عندنا واحد الهدية بسيطة صغيرة حبينا نهدوها سيد احمد يهديها للتوفيق ماشي مشكل ست جوال معنا الله يخليك ميرسي لك يا خويا يعطيك الصحة ميرسي هذا لونسيان بريزيدون في الحصة لونسيان كارديان كي جوي ناسيونال دي ناسيونال الله يبارك وهنا نهدوها كان كارديان تاع عين بسام ثاني نهدوها للتوفيق هذا قائد الفريق هذه المرة الجاية نجي نلعبوا خلاص ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل جول ارواحوا لينا احنا كلنا ماشي مشكل ملاح بعثوا منا لينا كان رحال هذا صغير يعطيكم الصحة وان شاء الله ربي ان شاء الله نشوفك في كلاس ان شاء الله ان شاء الله اخويا يعطيكم الصحة ربي يوفقكم في كل وقت بارك الله فيكم ساعة ناصر خويا بارك الله فيكم ساعة ميرسي خويا ساعة يعطيكم ساعة السلام عليكم الكاليتوس هنا زاد سيد احمد لا لا ما زدتش هنا انا وين زدت زاد في سولومبي في المدنيه وكي داروا المقام الشهيد راح لنا لهنا الكاليتوس في 81 وانت وين راك ساكن دركا سيد احمد دركا انا يا راني ساكن هنا وانا كاين شويه منا ومنا كل خطره وين في البيريود هذيك سيد احمد انت كنت تغني في البيريود هذيك تاع العشيه السوداء في وقت كنت تجي من الكاليتوس والله راه حكايه حكايه هذيك حكايه
نهار يا خويا غير نجي هم النية نجي والحمد لله. نعم. هما قال لي كاين ضغوطات منا ومنا شوية، مي هكذاك وربي يسترنا على كل حال. تجي تبات لهنا في كيريتوس؟ ماشي دائما من ذاك. تجي في النهار. من ذاك نجي نرقد. النهار إن شاء الله نروحوا للمفتاح. واش كاين تماك؟ شوفوا رئيس البلدية تاعنا حبيبنا. هو ثاني يحب يشوفكم. أيوا. قل له حكرموك تماك ان شاء الله ولا كتب ربي والله ندير لك تكريم تماك في مفتاح ان شاء الله. كل عام تربينا في كاليتوس وفي الحراش. ايوه كاليتوس بابات القليل والحراش بابات القليل. ايوه فهمت. ايوه انسان الناس كاع متواضعين الناس كاع. انت في الغناء برك اللي سموك سيد احمد الحراشي ولا من قبل؟ سماني واحد المنتج اسمو انور انتر ستوديو هو اللي سماني، خاطش عليه سماني سيد احمد الحراشي. غنيت غنيه في 89 على الحراش، أرواح أرواح نشوفوا الحراشية لاعبين ملاح يزاهونا العشية. كانوا يلعبوا كوب دافريك أني شافي وطاحوا مع بن زرت في تونس وقت مداد حكي. ذاك هو الوقت بن عمر. صفرة حراشية نبغيه هي نجي بلاصي معاها وما تروح للحيار. صفرة حراشية نبغيه هي هدي بلاصي معاها وما تروح للحيار. تعمل البداية تاعك كنت راي من اللي يعني من صغرك؟ راي بس غني قاعد طبوع صبرا حراشية هي ممو عينية هكربي هكربي. تم لبديت في 1900 الغنى لبديت في 1989 مع محمد الامل الغنية الأولى أنا وياه كنا شغل كاسات. كانت لا كاسات تما شي سيتي كانت فاس فاس أنا وياه. أيوه شايفين الغنية هذيك تاع أول غيبة ما جاش راح علي يا راح يا ضرا يولي وقتاش نشوفو تبرق جراح. كتبها لنا عبد الرحمن جودي ما يذكره بالخير. والبداية تاع محمد الأمين مع جودي كيف كيف أنا وياه بديتو في اسم الماماني ولا عام واحد عام واحد لا عام واحد عام واحد شي السوداء غنيت لي انا غنيت يا خويا دوك هو يحكي لكم كلش هو يحكي لك كاع واش كان واش ما كانش. دار البلدية هذه هي البلدية ناس البولفار صباح الخير. واش راه خويا؟ عندنا كمسؤولين ما بالوك حتى المواطنين تسألوا واش كاين كذا فهمناها نقول لهم يودي بلي كاين إحياء ذكرى تاع هذه حياتي تاع الشاب سيد أحمد. وحنا الشاب سيد أحمد عندنا احنا كمسؤولين في البلدية أو جمعية ثقافية المتواجدة على مستوى البلدية
يعرفوا شكون سيد احمد ويعرفوا الحب تاعو والارتباط تاعو مع المواطن ومع محبيه ومع كل من متتبعين الفن. وفي مفتاحنا على كل حال هو غالي في النفوس، لانه في المرحله اللي كان شاب سيد احمد سنه 98 وان كانت الجزائر جازت على بركان المرحله تاع العشريه السوداء، كان لابد علينا احنا باش نتعداو هذاك الحاجز تاع الخوف. هو كان من الناس اللي كان ساهم وبدون تردد، كنا تكلمنا معاه باش نديروا هنا حفل كبير في القاعه بمناسبه 8 مارس في عيد المراه، وكنا سطرنا البرنامج مع جمعيه وفاء والشاب سيد احمد اللي كان هو اتصل لنا بمعظم الفنانين، لاننا احنا في الوقت هذاك ما نكذبش عليك ما نعرفوش الفنانين، كان اقرب واحد لنا هو الانسان المتواضع اللي راه امامي هنا وبيد المساعده اللي قدمها لنا، ودارنا حفل من طراز عالي بمناسبه 5 جويليه 1998 وين قصرنا بحاجز الخوف، لانه في المرحله هذه كانت ما زلنا الا في قانون الرحمه. كان اللي في الجهه من جهه الجماعات الارهابيه اللي كانوا على كل حال مسلمين نفوسهم بطريقه او اخرى كانوا مازالوا متمركزين، كانوا مازال ما قدموش الشيء اللي لازم يقدموه. في الوقت هذاك الشاب سيد احمد كان اتصل بنا واتصلنا به احنا ودرنا الحفل على مرتين، لانه ما يخفلكمش باللي بلديه مفتاح بلديه محافظه ذو طابع حضاري تاعها محافظين، درنا الحفل النسوي على الساعة الثانية بعد الزوال في قاعة الثانوية اللي كانوا حضروا فيها من أبرز الفنانين على رأسهم نائمة الجزائرية باريزة مسلم مدني المدعو قويدر. بعد معدوبة العشاء كنا برمجنا حفل للشباب والسكان بلدية مفتاح العموم، وسمينا في الوقت هذاك هو تحدي للحاجز الخوف، لأنه الناس في الوقت هذا كانت مازالت متردة ما بين وبين احنا، هذاك أننا قربنا به ودرنا الثقة ما بين دولة ومواطن، هو إعطاء أو دفع عجلة كيف أقول لك الأمل في نفوس المواطنين، ورحنا لمرحلة الأمن والاستقرار اللي كانت نص عليها قانون الجمهورية، ودرنا الحفل بفضل كي نقول بفضل العبد الضعيف اللي راه أمامنا هنا الشاب سيد أحمد اللي كان دا الاتصال مع الفنانين زملائه، وكان بعض من الفنانين اللي كيجاو بكاو لأنه ما كانوش ينتظروا باللي يجوا الملعب بلدي ونصيبوا 20 حتى 25 ألف شاب من كل المناطق والأحياء المتواجدة على إقليم بلدية مفتاح، لأنه بلد مفتاح تتربع على أغلبيتها من المداشر وين يجي من الدوار والدوار شاعلة فيه النار في الوقت هذا، وتحداوا قالوا احنا باغيين نعيشوا، احنا راح نكرموه بهدية صغيرة للشاب سيد أحمد. أيه 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 تشكر أيه 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 صحة. هذا يعتبر إلا برك شيء واجب وحاجة اللي
بالتوفيق. مرحبا بك. خلاص. مرحبا. لاباس خويا الحمد لله. مرحبا بك توفيق. تفضل. سيدي أحمد نعاودوا بك نولوا شوية للصغر ونجوا طالعين. سيدي أحمد لو كان تحكينا على الطفولة تاعك كيفاش جوزتها؟ دراري كنا كيما دراري تاع دوك. قراية والجري واللعب. أيوا. ومن بعد بلات بالعقل 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 حتى كبرنا واحد ولا يعرف صوالح ولا. بعد كنت تمارس كرة القدم. نعم. بعد كيفاش حتى من كرة القدم بزاف اللي كانوا في الصطاد يقولوا لنا بلي كان قادر يروح بعيد في كرة القدم، كيفاش حتى أنت تخليت على ما كاتب ربي دوك واحد ما تحصيش كيفاش تكون داير طريق منها تبان لك طريق واحد أخرى. أنت كيفاش جاتك تاع الفن هذه تاع الغناء؟ كيفاش حتى جاتك؟ هذيك في الخدمة الوطنية. أيوا. كنا في المحافظة السياسية باك يديروا حفلات ومن من ذاك يطلعوك تغني. أيوا. قال لك يا ودي أنت هكذا، قلت لهم إن شاء الله. يا اخي كيما حكيت لك صباح حتى ديك وفراني عبد الرحمن جودي. مور ما جيت رجعت من الارمي من بعد وليت تغني في العراس ولا في الحومات ولا واش وليت؟ في الحومات راك تعرف هما بوبيلار في الكاليتوس بوبيلار هما بوبيلار تغني وين جات مع صحابك هكذا كان كاش ولي مولا سيدي احمد راه هنا روح طبوني ولات حومي طبوني بعد حتى نكتشفك عبد الرحمن جودي عبد الرحمن نكتشفك في عرس والله في لا والله غير هكذا ولما في كما يقول لك في شهر رمضان يعني يديروا سهرات ومنا كنا اون فامي في الليل ماشي كيما دوك قالت الناس العائلات يخرجوا في رمضان في الليل يخرجوا هذه في 89 كوفراني عبد الرحمن جودي انا وقت انا ولامين بدا بالعقل بالعقل علاه ما ديرش كاسيت علاه ما تجيش تخدم معانا على يا اخي بديت معاه الالبوم الاول تاعك سيدي احمد 89 89 واش هو اللي واش هو اللي طول الغيبه ما جاش راح عليا راح ايوا وكش ما نجح ذاك الوقت ولا صافا كانت لاكاسيت تماك الناس قليله كانت تسمعها بعد موراه شحال ريحت باش تخرج الالبوم ريحت ما خرجش حتى ل 96 95 ف 95 ايوا خرجت اللايف علاش من 89 حتى ل 95 والله ما مانيش عارف ظروف انا باك انا نتخبى ومن بعد نعاود من بعد 89 بعد حتى ل 95 باش بدات نعم باللايف ايوا وكنت انت اول واحد يغني لايف في الجزائر واش نقول لك انا ما نزوخ لك ما نقول لك انا يا الناس تهضر ماشي نورمالمون لو ستيل لايف اول واحد غناه هو سيدي احمد ما كانش واحد اخر واللايف ذاك واش كان فيه لي تيتر تاع واش كان بلات الباب بيني وبينها كان اغاني معوده تاع المرحوم حسني واش كل البوم اللي كلاطا به سيدي احمد ولا لي زاجي اللي يعرفوه ايوا اصحاب اللي دخلت فيهم وفي الدنيا عرفت وفارقت من بعد بقيت تغني حتى لوش من السنه بديت نغني كيما يقول لك نخرج لي برودوي خرج مره لايف مره استديو مره لايف مره استديو بديت نتبع حتى لوش من العام حتى 2001 2000 من تم سيدي احمد من رحت رحت لفرنسا نعم رحت للغربه وريحت تماك تقريبا سنه هكذا كان من تماك سيدي احمد عاد ما يعني اختفى ماشي اختفى ولا ظروف كيما ما نقدرش نهبط واش عندي باش الانسان يسال يسن الكوار تاعو منا ما نقدرش شكون نهبط صافي واش خدمت كاره سيد احمد انت كنت ناجح بزاف وماشي بزاف في السوق لهنا في السوق الرايويه نعم تاع الاغاني الرايويه كيفاش حتى فجاه سيد احمد ولا ما حتى خبر على سيد احمد اختفى الناس اللي كانوا يعرفوه ولا ما كان حتى خبر على سيد احمد ما كاش الله يا خويا واش نقول لك بالك الاغاني تبدلت بتبدل ستيل ولا ما فهمتش يا خويا ما ودوك حاليا كما نقول لك الاغاني اللي راهي تخرج واش راه نقول لك الناس راهي تسمع وتشوف والاغاني هذوك انا ما نغنيهمش جو بريفير ما نخرجش وما نغنيش جو بريفير نريح هكذا وما نخرجش انت كي جيت من فرنسا من بعد توقفت لا 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 عاودت درت برودوي تاع ما جات مني ما جات منك جايه محتمه مع سفيان بن سعدون خرجت لي زالبوم كي جيت خرجت بيان سور خدمت مع حميد بلعروي كان ماتو تلحي خدمت مع عبد القادر ناير خدمت مع محمد عنقر سلمى عنقر خدمت مع صح ما نتحاش كما لي زابون بصح ما نتحاش كما لي زابون ماشي ما داروش بوم بوم وسيدي احمد من بعد انت كما مشوا لكش لي زالبون دو جبت ولا ما جبتش ما زال توجور حفلات وعراس ومنا بالنسبه لي زابون ما قصتهاش نخرج وما قصتش
تعرف كل بار الغنى واش يدير سيد احمد في حياته؟ غنى برك يا خويا على راسه وتورنيات هذا ما كان عايش بلا بلا راسه وتورنيات. نعم ما خممتش دير كاش تجاره انت ولا من قبل ولا هذا هو اسم كل واحد وميت كل واحد وميت ما تعرفش الناس حتى هوايه اخرى ابار فنان رياح فنان انت يا نورمالمون عندك الاكسبيريونس واش من الحاجه اللي خاصتك باش تعاود تولي دير بوم كيما هذيك واش من الحاجه اللي خاصتك درك؟ والله يا خويا ما خصني والو برك ما جاش سيكسي ما جاش مانيش عارف بالك انت يا العقليه تاع لي جان تاع درك تبدلت وانت ما حبيتش تبدل معاها. ما نقدرش نبدل علاش؟ لاش تاعي الاول ما يسمحليش باش نغني الاغاني هذيك ولازم واحد يحترم البيبليك تاعو ويحترم الناس يحترم شحال راه فيهم سيدي احمد درك؟ دوكا كانون تويت كانون تويت نعم مازالك جام سيدي احمد معاك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. او سيد احمد انت يقولوا بلي مريت بظروف صعيبه واش هي الظروف دي اللي اي واحد شخصي يقول لك سيد احمد الحراشي كان يمر بظروف صعيبه هي اللي خلاته يجبد شويه على الفن و... لا الفن والله ما جبت روحي توجور مع الفن ومنا ظروف ظروف كيما يقول لك كي فنان فنان كاع كل واحد مسكين واش انت واش هي الظروف اللي مريت بها صعيبه؟ ظروف كاين الناس ما تشفاش للخير احنا نهار كانت كيما يقول لك العوام هذوك توجور احنا في لي جورنو في الشاشه في الراديو احنا الاولين نهار كان الحمد لله وكثر خير ربي شغل ما فهمتش انا واش كاين ما فهمتش راهي مخلطه ما فهمتش انا تسمى كاين بزاف ناس كنت داير فيهم ثقه وكي كانوا دائما يجوا لي كي كنت ناجح الناس قاعدين بزاف هادو بزاف اسمع لما شافوك طحت راحوا ماشي امر نتاع الاحباب ولا كان عفايس واحد اخر كما فنيا كما يقول لك باك الوقت كما يقول لك الناس يقول لك ما الدنيا ما الواقف كاين ينكر الخير كاين مانيش عارف الواحد وكيفاه انت الناس بزاف كانوا معك ما تخلاو بزاف ما عرفتش واحد ما يحبس عليك واحد ولا شكون الشخص اللي تصدمت فيه انت بزاف من بعد واش نقول خويا توفيق خليها بين قوسين هذه خليها كل واحد يعرف روحه ما انا شغل كي شفت الحاله هكذاك ما نجبت شغل غير الانتيري تاعها ومن الوسط الفني صعيب يقول لك صعيب بزاف صعيب صعيب بزاف انت صعب دير الخير تلقى الخير انت ما قريتلوش حساب هذا الوقت بعد ما كنت ناجح ست سنوات سبعه انت كنت تحقق مبيعات مليحه بعد فجاه سيد احمد راح ولا ما عنده والله يا خويا انا بالنيه نمشي نيتي صافيه لحد الان بالنيه صافيه جات ما جاتش نورمال الحمد ربي والحمد لله. سيد احمد انت ترك الان هذا وليدك رمزي وليدي محمد رمزي هذا الكبير ولا هذا سميته هذا الشيخ الله يرحمه الله يرحمه هذا هو الكبير تاع لا كاين اختو هو كاين اختو رشيده 18 ايوا وهذا 14 شحال عندك هذا الاولاد؟ زوج زوج هذو ربي يحفظهم لك ان شاء الله جماعه ان شاء الله ان شاء الله شحال عندك الزواج؟ من 92 يعني قبل ما تنجح لا دوك الطفله نهار كيما قلت زاد الطفله تما لي ديمارش تاع جات بخيرها بخيرها ايوا عشت الزوجه تاعك عشتوا كنت تزوجتوا في 92 بعد 95 عشتوا النجاحات وهذه اسكو كانت سفري معك الزوجه تاعك ولا كي سفرات معي قلت لهم الميليو تاعنا شويه سما ثاني انت الشهره بدلتك شويه ماشي بدلتني ما لا تبدلني على ولادي لا ما بدلتنيش مي شغل باك لازم المرأة تغير عليك لازم باك تتسقم قدامها وتجي خارج هي تفهم الظروف هذه هي الخدمة تاعي مي الداخل شوية وكش نهار صراو بيناتكم دي بروبليم كبار بروبليم فو بروبليم لا غير صراو فو بروبليم هذا كبار ما صراوش ما كاش لي فو بروبليم برك بعد سيد أحمد أنت رحت لفرنسا خليتهم هنا خليتهم هنا كي جيت بعد أنتيا كنت في قمة النجاح من بعد طحت ماشي طحت ما لا سموها طحت احنا شغل الناس كان الناس نساوك شويه كان باك سورتو الفنان الفنان تغيب عليهم شويه يلقاو فنان واحد اخر يكروشيو فيه ويتبعو سيكسي بعد نضريت انت ضريت شويه بصح ما درت لهم هذيك تاع ما جات مني ما جات منك ايوا انت وصلت لمرحله كنت وصلت نجاح لي سيكسي كذا سيد احمد راه الحفلات نعم من بعد كي طاحت بك عاد دايما تشوفك قدامها والله غير واش راح نقول لك زعما نهضر لك الصراحه والله ما حبتني نغني انا كاع فرحت هي كي طاحت بها ماشي على فرحت ولا ما هي ديجا كيما يقول لك الحقيقه من الاول قالت لي غير حبنا الغنى هذا غير حبسه وكي انت من بعد هبطت في السوق والله غير كيف فرحت
ها فرحت ماشي فرحت ولا كيف كيف كي كي سيكسي كي نورمال بعد انت صح صح في قرارات نفسك رحت ولقيت غير الزوجة تاعك لقيت ولادي وكان الناس الملاح معايا صحابي كان كان احبابي على كل حال حاضرين معنا سيد احمد عندك رشيده ورمزي رشيده واش دير دوكا حبس القرايه صاي وين وصلت رشيده وصلت حتى قريب كاتريام وقال عندها كاتريام ورمزي رمزي مازالو في سيام يقرا مليح رمزي يقرا مليح ويحب بانو ويشارك يلعب في البانون يدير سبور واش يلعب مالي كي كوش يلعب في كان في ليكول في سي ار بي من بعد هو اسمها هذيك اللي كيف سي ام بي سي ار بي وسي ام بي وهذيك اللي بديت فيها واسمها يو اس بي ام واش هي هذه يو اس بي ام لي باناني هذ لي كيف ويروح بعيد شويه ولا في البالون على حسب الشخصيه واش في ليكيب تاعك واش والله يلعبوا كاعته ولا سيد احمد الحراش يلعبوه المعرفه والله جايبها بالون رجليه يسمى مش داخل معرفة هكذا وصلت انت بابا كي كان يغني ويخرج لي زالبوم تفالو كان يجي للدار كل خطر وش ملي انت وش من الغنية اللي تعجبك تاع باباك راكي في القلب راكي في القلب جامي جوتوب لي سيد احمد قلت لي عندنا استوديو نروحوا ليه نروحوا للاستوديو ان شاء الله عند سعيد بوشلوش ايوه هذا البرودوي الاخر تاعك اللي تخدم فيه مع سعيد ان شاء الله سعيد من زمان انت تخدم معاه سعيد شغل بدينا كيف كيف كان واحد الوقت انا وسعيد يوميا والله فنان كبير الله يبارك الله يبارك لو ستيل مازالك محافظ على مازال توجور مازال يقولوا لي نبدلوا لك ستيل نبدلوا والو قلت لهم هذا نريح فيه نجحت فيه نريح فيه جا سيكسي الله يربح ما جاش نورمال كيف كيف أما لا نسهل وروحوا له إن شاء الله بارك الله فيكم الله يسلمك صافا رانا في استوديو وانا في استوديو مع سعيد مع تولي زارتيس اللي نحيوهم وقرب صحيحهم بالمناسبه بيان سور الله يسلمك كيف كيما قال خويا غير كيما بالمناسبه ما دام تشوفني بجنب سعيد سير جديد كاين جديد تاع الفن سعيد اما لدي الانترناسيونال دايما عنده جديد ثاني معكم توجور اضرب على الطائره سعيد مع الطائره اخونا وطفي نيكولا ايوا نجيسيا اورغانيست صافي بليزير شفتونا
الله يحفظك يعطيك الصحة يعطيك الصحة. وحبيبنا رضوان ابن رضوان المسرح سي عمار اجمع قلت ما وصل كيما يقول لك والله تلاقينا ندخلوا في الخير ان شاء الله. والسعيد رانا بدايه كيف كيف انا جيتو 94 وهنا نجبدوا 94 كيف كيف الحمد لله يا ربي الحمد لله فاميليا الحمد لله يا ربي. روحوا من هيك روحوا وين يحب روحوا وين يحب السعيد وين يحب السعيد وين يحب السعيد يعطيك الصحة سعيد. هذا سي جوجيني لك تحدي حياتي. انا قبل ما نولي لك سيد احمد نروح لسعيد. نعم ماشي مشكل. بزاف الناس يسمعوا جينيريك يسمعوا. سعيد كيفاش حتى خيرتنا هذا الجينيريك حنايا؟ باسكو الاخ توفيق اقترح علي الفكرة تاع ليميسيون. سي كوا ليميسيون؟ هذه حياتي فيها ارتيست كوميديان شونتور رياضي بانت رياضي يعطيك الصحة رياضي كذا. لازم ندير كاع طلبوا الجزائرية. باسكو يقدر يجيك واحد من بلاد القبائل يقدر يجيك واحد من بلاد الغرب يقدر يجيك من الشرق يقدر يجيك من الصحراء يقدر يجيك سي بور سا درنا فيها كاع طوبوا الجزائريه هكذا وكانت ريتميك داك حيويه شويه فيها حيويه تسمى الناس ما تقلقش كي تسمعها بيان سور سمعت روحك حاجه دروك انا نولي لك سعيد خويا سيد احمد قلت لي من 94 وانت 94 نعم سيد احمد الحراشي كان من الحمد لله يا ربي هو ديجا من احسن اصوات الجزائريه بلا هادشي بصح سيد احمد الحراشي كان عنده طبع يدخل العائلات سيد احمد الحراشي ما يديش نامبورت كلمات سي بور سا اللي سيد احمد دخل على هذيك واحد 4 سنوات ولا ما لقاش باسكو ما لقاش كتاب كلمات كيما كان يخدم هو كيما كان يعرفوا العائلات والفنانين الجزائريين سي سا سيد احمد الحراشي او في الستيل والالحان والموسيقى وهذيك هو مازال محافظ على اللمس مازال محافظ انت تشوف باللي عنده الحق ولا لازم يبدل لو ريتم انا جاب ربي عنده الحق عنده الحق باسكو واش راني نسمع واش راني نشوف سيد احمد ماشي سيب سي با لو ستيل ديالو سيد احمد لازم كان محافظ هو من بكري محافظ للاغنيه الجزائريه كان يحط مواضيع شابين كان يحط كلمات مهذبه ما كانش يقول نيمبورت كوا لازم يعاود يقعد في هذاك لو ستيل ديالو وبالك شويه ظروف صح باسكو كان بين هنا وكان في الغربه ايتو وكان عنده صباح تاعه وبدا سي بور سا بصح جاب لي ربي مازال السيد احمد الحراشي توجو يبقى سيد احمد الحراشي اه وي الحمد لله وكش ما عندك جديد معاك شنو عندك انا نوجدو انا نوجدو في البوم رانا درنا 4 اغنيات ومازال 4 مازال التلحين تاعهم برك انا كتبنا كلمات تاعهم بزاف ملح كتب كلمات منهم عبد الرحمن جودي منهم الشيخ رضا منهم الناير عبد القادر الناير تعاملنا مع بزاف كتب كلمات ميدا بالعروي ميدا بالعروي ثاني سوناكون بزاف وانا نوجد في قدمنا 4 اغنيات ان شاء الله نكملوا الالبوم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تكون مفاجاه باسكو سيد احمد يقعد توجو ان بيل فوا وين لي زارتيست كاع يحبوه كاع يسمعوه مام الجمهور بزاف يحبوه مش مرتاح ليه وين ارا عندي
استيفان تعرفي بالعباس رميتها وخلنا ساعة خل الشوقي ولا طامو دقيقة دقيقة نعيط الترجمة نطبق الترجمة قال لك حبيبي سيد احمد مغني بعباس ويعرف بارون استيفان تاع الرايا قال لك فور كبير قال لك نحب الغناء تاعو غني لنا تاع سيد احمد حاجة غني لنا حاجة تاع سيد احمد سيد احمد وانت يا وسيدي احمد خويا وانت خويا وربي يا يو حبيبي خويا وانا خبوط ونروح العباس ويا ولدي وفير وغبي يا يو صحيح لانيفرسير اليوم تاع سيد احمد الحراشي واش تغني له غني له تاع لانيفرسير كان تاع مانيتو لا لا ماشي لا ماشي لا غني لنا تاع تاع جويز لانيفرسير مانيتا يو 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 يا احمد ومانيتا يو يو يا احمد دوك جانيتو دوك لاليتو يا ليتات رفيا حليميا حليتاني دوبي رفيك ليفر يا بصاح يا بصاح